وفي ذات السياق أعرب الرجل المتهم للإمام عن ندمه واستعداده للاعتذار بعد الحادثة التي قلبت الشبكات، وقال بأنه في كرب شديد ويفكر في الانتحار لأنه كذب وأغلقت جميع الأبواب في وجهه. الله يسمعك وصلوا بهذه الامانه، يقولوا هذا الانسان راح يتبش تداعي، خليه يدريه قدام الناس وخليه يمسح الموس في روحه. فهمتني؟ شوف لي الناس حق الصفحات هذو يتصلوا فيه يديروا منشورات يا شيخ قابلنا هذا السيد راه ندم على شيء هذا وراه عجوز تداعي معي.